اللبن حليب يا قشطة. صالح ولا بايت؟ عيب يا بيه، ايه نزوم الكلام القاطع ده على الصبح؟ ده لبن من الجاموسة للمستهلك مباشرة. اوعى يكون بايت. لا يا بيه، الجاموسة بتاعتي أربعة نظام، أحليبها بال تنزل قشطة، سكام تنزل زبادي، ان تي اس سي ينزل حليب مغلي صابح. كل يوم طول صبح ولا ايه بايت؟ بايت؟ انت يا بيه قفشته بايت؟ يا دي العار، وانا اخر من يعلم؟ طب قول لي بايت عند مين وانا اروح اقتل الجاموسه. لا بيه ما تقولش كده، قول كلام غير ده. لو باب بره كانت قالت لي انا جاموستي متربيه، ما تكدبش. امال بطني هي اللي بتكدب؟ مصرين يوماتي بعد ما اشرب اللبن بتتعب، من ايه بقى؟ طبعا مش من اللبن. طب نحسبها كده بالعقل، اللبن طول عمره في بطن الجاموسه، عمرها اشتاكت ولا قالت بطن وجعتني ولا مصاريني بتلعب؟ وبعدين عشان تطمن احلب لي اللبن اللي شربته امبارح وانا هوديه المعمل يتحلل، هيطلع ايه؟ فريش وكامل الدسم، بطنك اللي ما تتحملوش. انا اللي بطني ما تتحملوش ولا انت اللي خلطه ميه؟ مش انا يا بيه، الجاموسه بنت الجاموسه، راسها والف سيف تشرب من الترعه، بس عشان خاطر حضرتك من هنا ورايح هتشرب ميه معدنيه. طب اديني 5 كيلو. اتفضل، ادي 5 كيلو. دي 5 كيلو؟ اه. اوعى تكون ناقص. لا يا بيه، انا ما ارضهاش. اوعى تكون زايد. الجاموسه ما ترضهاش. بالله انا مش شايفها. اظن انت كده فول تانك. هتحتر عليا؟ ابدا. بقول لحضرتك ايه يا بيه؟ هو حضرتك بتعمل كام في الصفيحه؟ ايه اللي بص؟ يلا امشي. عايز حاجه يا ماما؟ انا رايحه الشغل. واخواتك راحوا المدرسه؟ ايوه. عاوز سلامتك يا حبيبتي. مش عايزه اي حاجه اجيبها معايا؟ ان شاء الله ما تحرم منك، ربنا يكفيكي شر سكتك. تسلمي لي، باي باي. مع سلامه الله يا حبيبتي. ماشي، عليا اني اعمل اوريه. يا عم اتكل على الله. ماشي. اسبوعين بحالهم يا حسون، اسبوعين بحالهم نازله فيها ضرب لما كسر الضلوع. اسبوعين بحالهم ما تضربيه. سيبه ده كداب يا حضره الصور. كداب؟ امال ايه اللي في وشه ده؟ تمرينات يا حضره الصور. تمرينات؟ تمرينات ايه يا ابني؟ دي تمرينات كلها دي؟ عارف. يعني انت موافق انك تتنازل عن المحضر وتروحه من غير شوشره؟ ها؟ ايوه واقف. امضي على المحضر. امضي حسن. وتاخدها وتروح. يلا تاخد. امضي يا سيد. الشايب. يلا يا ابني، يلا يلا، مع السلامه، الصبح خير. فعلا الصبح خير. ما تقلقش قوي يا عبد القوي بيه، ده عمره ما اتاخر، ده احنا بنظبط عليه الساعه. معلش الغايب حجته معانا. انا نفسي يغيب على طول. ما تعرفيش بيعمل ايه معانا في الشركه، ده ولد معقد. لكن على مين؟ ده انا عبد القوي اللي ما حدش يقدر يقف قدامه ابدا. عارفه انا كل اللي مضايقني حضرتك. ليه؟ انت سيده الاعمال والوقت عندك بحساب. معلش يا عبد القوي بيه، ابقى ضيف الحساب على الفاتورة. الفاتورة تقلت قوي. أنا نفسي نفسك في إيه؟ نسهر الليلة سهرة صباحي. الموضوع يخلص بس، وأنا تحت أمرك. دوري على الزفت ده في أي مكان. بلغي عنه بوليس النجدة، لازم يلاقوه. وانت تهمتك ايه بقى يا متهم؟ انت مفتري بلطجي يا حصول. انا برضو الحكاية حصول. الحق يا شويش، الحق حصل. خش يا اخويا. قول لي بقى اللي حصل بالظبط ايه؟ وانا واقف في الشارع شاورت له، وقف، قلت له رايح امبابه، ما اديتش لقيته قفل الباب في وشي، ما اديتش بنفسي الا بتجرجر في التاكسي
ووقعت على الارض. لما نزلت بقى يظهر انك غلباوي ولسانك طويل ومتعافي حبتين. بقول لك ايه، عايزك تكون مؤدب اكتر من كده. تكون مؤدب؟ طب انا هوريك ازاي ابقى مؤدب. وديه الحجز عسكري. حجز ليه الصوت؟ عشان تعرف ازاي تتعامل مع السلطه. سعادتك فهمت غلط. اللي حصل لسعاده السلطه هو اللي خلاني اعمل كده. ثم انا متاسف. تحب ابص راس سعادتك؟ انت فاكر الحكايه ايه؟ فوضى ولا فوضى؟ احنا هنا يا استاذ بنحمي المواطنين من البلطجه والفتوانه. ما هو سعادتك لو عرفت. عرفت ايه يا سفتوه؟ ولا حاجه يا سياده الكومندان. انت بتشتغل ايه يا عصباجي؟ مدير حسابات الشركه العربيه للمقاولات. يا سلام، وكمان مدير. ده المفروض تبقى متربي وراجل محترم يا اخي. فعلا يعني مش فتوه. مش فتوه ولا بلطجي. ولا بلطجي. طيب دي اخر مره، لو اتكررت مش هسيبك. اخر مره هكتب عليك تعهد انك ما تكررهاش عشان تروح. اتفضل انت هنا. عملت ايه يا امال؟ حول الزفت ده للتحقيق. ها ها هايل. ما تعملش مهم الالواح لك رقبتك. قول لي الزفت بتاعك اللي مشغلك ان انا جيت. الزفت قصدي الباشا عنده اجتماع جوه. هو اللي طالبني. هو اللي طالبني. وانا الاقيها من عبد الاول اللي جوه ولا عبد الاول اللي بره؟ كان الله في العون يا استاذ عوني. الشاي حط شاي واجري جوه رجلي. اجري جوه رجلي. انت مالك انت؟ كان الله في عوني انا. عبد الله على السلامة يا حسن بيه. ومالك بتقولها من غير نفسك ده ليه؟ اصلك اتاخرت. وماله لما اتاخر مره؟ ما انا بقالي 16 سنه ما اتاخرتش فيهم ولا دقيقه. مش قصده عبد القوي بيه. من فضلك انا مش عايز نفاق. نرجس هاني ما تقصدش. احنا خوفنا لا تكون حصل لك حاجه كده ولا كده. من ناحيه حصل حصل. خير؟ اللي حصل ده يخصنا انا، ما يخصش حد. وانا حد؟ انت حد وسبت واتنين وكل ايام الاسبوع. مش قلت لك ظريف؟ ابدا، انا غيتت ودم تقيل وبايخ ومش طايق حد. وكان عاجبك فعلا؟ ده شخصيه محبوبه من الجميع. ما اقول لكم ايه، هات من الاخر موضوع المناقصه بتاعت نرجس هاني. الاوراق ناقصه. كملتها امتى؟ النهارده. النهارده امتى؟ الصبح. يبقى الفار ابتدى يلعب في عبي. ما تبقاش حنبلي قوي كده يا ابو. انا اللي حنبلي ولا حاجه، انا راجل حقاني. على العموم انا هروح مكتبي اراجع الاوراق اللي عندي. انا عارفه ايه اللي مصبرك عليه ده. ده غير السوريزل. اصبر على جارك السو يا يرحل، يا تجيله مصيبه تاخده. لا هو مظبوط يا سعادتك. تقوم بقى. روح انت يا امين. حاضر يا باشا. بقول لك ايه، روحي وراه ما تسيبهوش، ده اللي عنده كل الورق. حاضر. الحلاوه بقى. يخلص الورق. انتوا ازاي يا استاذه تقبل ورق وانا مش موجود؟ اصل يا فندم. فندم ايه وزفت ايه؟ انت على راي المثل، من غاب القط طلع مفار، وانتوا فراق في مصلحة عبد القوي، ما انتوش نافعين. ايه في ايه يا استاذ حسن؟ الله هدي نفسك مش كده. اتفضلوا روحوا انتوا دلوقتي. تحت امرك يا فندم. ايه ده، في ايه؟ مزعل نفسك ليه؟ ما انت عارف ان دول عبيد في عزبه عبد القوي اللي ورثها من الدوله. اهدى يا حسن مش كده. انت داخل على الانتخابات، لازم تعامل الموظفين كويس. بالنفاق؟ لا بالحب. لازم مره واحده نقدر نقول لا. لا او الف لا لسياسه عبد القوي. استاذن انا يا استاذ حسن عشان تشوف شغلك مع المدام. هاي. اهلا يا مدام نجس. ايه ده؟ مش تقولي اتفضلي اقعدي؟ ما انا قلت لك اقعدي هيبقى شكلي وحش، شكلي ما احبوش، وانا راجل دغري ما احبش المنافقات ولا المغالطات. اظن الورق كامل دلوقتي، اتفضل. اظن. ايه اظن دي؟ اظن؟ مفيش في المناقصات كلمة اظن يا. اسمعي يا مدام، أنا راجل دغري وأحبش أضحك على حد من عملاء الشركة. الدوسيه بتاعك مش مظبوط، شغلك تشوبه مغالطات وتجاوزات. يعني إيه؟ يعني تسيب الدوسيه أدرسه
واكون رايي. امتى؟ يومين بس. استاذن انا بقى. يومين ان شاء الله. جليات ما عندكش ذوق. ساتر يا رب. بتقول ايه؟ انا جليات ما عنديش ذوق؟ 710 عاجبك اللي عمله حسن معايا ده؟ عمل ايه يا فندم؟ راجل جليات ما يعرفش يعامل الستات. اسمين يا مدام نرجس اسلوبه كده. على مين؟ ده انا نرجس ده انا هطربقها على دماغه. ده حته موظف لا راح ولا جه. قولي له الكلام ده بقى. اسمع مدام مش هقدر اقول له. ليه؟ لان انا مؤمنه بالمثل من قال لك قال عليك. من قال لك قال عليك. يسلم يا اختي. برافو يا مان تعرف ترد كويس قوي. بصي هو اسلوبه كويس بس لو عنده شويه سياسه كان كسب. ولا تزعلي نفسك يا حبيبتي. الورق في الاخر هيجي عندي هنا. وانا ليا الراي الاول والاخير. عارفه يا عبد القوي بيه بس الوقت. انت عارف مقاولين الباطن عايزين صبر. انا اصبره؟ انا اطمنه. عموما هم هيكونوا عندي بالليل. يا ريت تيجي. لازم اجي. هو انا اقدر اتاخر؟ استاذن انا بقى. نرجس لسه زعلانه؟ طبعا زعلانه. قلت لك ولا يهمك. لازم اكعبله، لازم اخليه خاتم في صباعه. وين؟ انت الاصل وهو الصوره. عشان يحرم. باي. مالك يا امال يا بنتي؟ بقيتي عصبية قوي اليومين دول. متضيقة يا ماما اللي احنا فيه. احمدي ربنا يا حبيبتي، ده غيرنا مش لاقي أوضة فوق سطوح يعيش فيها. اديني حمدا وشكرية يا ماما. أديكي شايفة أهو. زهق هنا في البيت واحد مش عارف يرتاح، وفي الشغل برضه زهق. أعمل إيه بس يا ماما؟ بكرة تستريحي في بيت العدل يا حبيبتي. هو فين بيت العدل ده يا ماما؟ هو في حد بيتجوز اليومين دول؟ ده اللي عنده الشقة ما عندوش فلوس يجيب العفش، واللي عنده العفش ما عندوش الشقة. يوه يا ماما ده بقى مشكلة. معلش يا حبيبتي بكرة يجيلك ابن الحلال اللي يعوضك عن كل حاجة. هقول لك ايه بس يا ماما؟ عشان في سامعة الجرس والعيال مش عايزة تفتح؟ انت يا واد لا تبطل ده. انا شايف يعني ان ايدك فاضيه. انت جاي تزورنا؟ ايوه. طب مش كان لازم برضو ده من الواجب يعني تجيب كيس برتقال كيلو موز 20 باكو شوكولاته. راحت على الحكايه دي. انا عايز اسال سؤال. انت بتعرف في الاصول؟ طبعا اعرف. مش باين عليه؟ خلاص معرفش. يبقى لازم تعرف. حاضر حاضر. انا بقول لك ايه؟ ايه؟ انزل اعمل الواجب واطلع تاني. انزل فين؟ انا انزل انا طالع خمس ادوار. انا انزل ايه؟ انزل تتكلم عليا؟ اعصاب عليا؟ اعصاب ولا مين انا؟ ادينا جاي لك تاني يا واد يا ايدي. ولا انت 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 اوعى اوعى سيبوا عمرو بره. يلا يلا خش يلا. ادينا داخلين اهو يا اشقيه. انا اسفه العيال ضايقوك. جيل تلفزيونجي معجونين بميه عفاريت. ايوه امال كنت عايز تتكلم معايا في حاجه؟ شوف يا استاذ حسن انا بقول ان بدايه التغيير لازم كلنا ناخد موقف. ناخد موقف من عبد القوي؟ ده عبد القوي ده كرباج مسلطينه على الموظفين. ناخد منه كرباج ازاي؟ انت عاطيه معاك حد؟ لا. جاي لضيوف؟ ابدا. مين؟ ابدا. انت مين؟ انا عمرو. وايه اللي جاب؟ مش عارفه. يبقى سمعنا واحنا خارجين من الشركه. اسمع يا امال انا مش عايز اسبب لك اي مشاكل ولا قلق. طب اقول لك ايه؟ طب تعالى
خش هنا. مساء الخير. اهلا يا استاذ عمرو. ازيك يا انسه امال؟ اصل انا بصراحه كنت في مشوار هنا جنبيكوا وقلت يعني اجي اطمن بحكم الزماله بقى. اهلا وسهلا. ممكن اخش؟ اتفضل. انت دخلت؟ اتفضل. هجيب لك تشرب ايه؟ شاي وسكر زياده والنبي. حاضر. اهلا 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 يا حبايبي. اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا الله الله الله. اهلا يا حبيبي. اهلا. انتوا اخوات ابله امال بقى؟ اه. ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ الحمد لله. اهلا اهلا. بقول لحضرتك ايه؟ يا حبيبي قوم. ما جبتش بقى موز، شوكولاته، برتقان، الحاجات دي يعني. انت تحرجني ولا ايه؟ يا حبيبي اصل انا وانا جاي لقيت الراجل شطب، وبعدين ايه المره الجايه هجيب لكم حاجات كتير قوي 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 قوي. طيب قبل يا عماد لحضرتك فضل افتح لها دي عشان هي مش عارفه تفتحها. هي بتعمل الشاي جوه؟ اه بتعمل الشاي. لوحديها؟ لوحديها. اه. طيب. مش يا ولادي دي ايه؟ دول مش عيال. ايه ده يا ابني؟ طب هو اللي انتوا لابسينه ده؟ يلا تخاف، ده احنا اخوات قبل امان. عايزين ايه؟ ممكن تولع لنا بس الشمعه دي عشان مش عارفين نولعها وخايفين على كده. يا سلام يا اخويا. اوعى تكون حركه زي المره اللي فاتت. ايه ده انا اخو قبل امان. طب هات. امسك. هات. انتوا عيال. يا ولاد الجنيه. ايه ده؟ انتوا عيال انتوا؟ انتوا شياطين. انا ايه اللي جابني هنا؟ تعالى اتفضل. طب بقول لك ايه؟ يلا بينا. على فين؟ نتكلم في اي حته، مش هينفع الكلام هنا. طب ثواني اغير هدومك. اتفضل تقولي ايه؟ كنت عايزه اتكلم معاك في انتخابات مجلس الاداره. قصدك ايه؟ ترشح نفسك فيه؟ انا؟ ايوه انت. لا دي لعبه انا ماليش فيها. لازم يكون ليك فيها. ما انت قلت لعبه. دي مش لعبه وبس، دي مهزله. مهزله الانتخابات زي ما انت بتقول حاجه تضحك. المرشحين يعلقوا يفط كانهم في سيرك، والناس من طبعها تحب الهيصه. تخلص الانتخابات تبدا اللعبه الكبيره. لكن ده كد ونفاق وضحك على الناس. علشان كده يبقى لازم نقول لا. وعبد الله وحاسبنا اقول لا؟ لو كنت صادق مع نفسك ومع الناس يبقى لازم تقول لا. الشركه محتاجه الواحد زيك يا حسن. طب واشمعنى انا يعني؟ لانك انت الوحيد اللي تقدر تقف قدام عبد القوي واللي اكبر من عبد القوي. ما كنتش اعرف انك مثقفه للدرجه دي. انا سمعتك بتقول لعوني لو قلت الحقيقه كلها هتوديك لحد المشنقه. انا بقى هقول لك الحقيقه. اكتر من اللي انت قلتيه. انا يا استاذ حسن خريجه اقتصاد وعلوم سياسيه بدرجه جيد جدا، وعلشان ماليش حد كبير ما تعينتش في الجامعه. لكن انت موظفه بالثانويه العامه. الظروف شهادتي مش ممكن اتعين بيها، وعلشان امي العيانه واخواتي الصغيرين اتعينت بالثانويه العامه. كدبت على نفسي وعلى الدوله. ما هي الدوله عايزه كده. لا مش الدوله، احنا اللي عاوزين كده. الظروف اقوى مننا يا امال. عشان كده لازم نقول لا. ما كنتش اعرف انك بالشكل ده. عشان كده انا اتقربت منك. ايوه يا حسن، انت الامل الوحيد لينا. بس انا متردد وخايف. لازم نقتل الخوف اللي جوانا ده. اسمع، انا من بكره هعمل لك دعايه كبيره انك مرشح نفسك في مجلس الاداره. انا؟ ايوه. كارثه يا سعاده الباشا. كارثه. كارثه يا باشا. كارثه؟ كارثه ايه؟ كارثه يا ابني، الشركه ولعت اكتر يا باشا. اكتر يا باشا. اكتر ايه انت منك له؟ حسن ابو اليسر. ماله؟ رشح نفسه في انتخابات. بتقول ايه؟ حسن ابو اليسر رشح نفسه في انتخابات. الواد امين سمعهم وجه قال لي على طول. ايوه يا سعاده البيه، حاصل يا سعاده البيه، انا سمعتهم بوداني. حسن ابو اليسر رشح نفسه في انتخابات. الله، ما رشح نفسه وفيها ايه يعني؟ فيها ايه ازاي يا نرجس؟ فيها ايه ازاي؟ ده ولد شرس، قصدنا انا عايز يموتني. اه يا قلبي. سلامتك سلامتك يا حبيبي. دكتور يا عوني. لا 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 لا، مفيش داعي مفيش داعي للدكتور، انت الدكتور بتاعي يا نرجس. اسمع يا عوني عوني، خلي بالك، فتح عينيك كويس، طرطق ودانك لدبة النملة، فاهم؟ ترصد لي اللي معاه واللي وراه،
اكيد حد في الوزاره واقف وراه. هيكون مين يعني؟ اللي عايزين ياخدوا مكاني كتير يا نرجس. الكرسي ده مغري، وانت عارفه الكوارث اللي في الشركه، انت مش غريبه. لازم نعمل المستحيل عشان الجدع ده يسقط في الانتخابات. اسمع منك له، عايزكم ترصدوا لي كل الناس اللي معاه، فاهمين؟ حاضر يا فندم، انا عارف، مفيش غيرها. مين؟ البت امال. اهلا يا عبد العال. اهلا يا فندم، خير ان شاء الله. مبسوط في الشغل يا عبد العال؟ بوجودك يا بيه. بتاخد علاواتك بانتظام يا عبد العال؟ تمام يا سعاده الباشا. عبد العال، انا صحيح بثق في عوني، بس بثق فيك انت كمان. ده شرف يا فندم. لا شرف ولا حاجه، بس عايزك تحس بيا. حاسس بيك يا سعاده الباشا. عشان كده انا مضيت لك مكافاه ب 200 جنيه، كويس؟ كويس قوي يا سعاده الباشا. طب اتفضل انت. عبد العال. نعم يا سعاده الباشا. عندك اخبار عن الانتخابات يا عبد العال؟ كله تمام يا سعاده الباشا، كله تمام. لا تمام ولا حاجه. انا عارف ان حسن ابو اليسر دخل الانتخابات. مش معقول. لا معقول، وانت مش فاهم اي حاجه. اتفضل اطلع بره. ما سمعتوش يا جماعه الخير؟ خير يا وش الخير. حسن ابو اليسر. ماله يا سيدي حسن ابو اليسر؟ قال ايه يا سيدي؟ رشح لي نفسه في انتخابات مجلس الاداره. يا واقع بن بمشخشخ، دي تبقى اتربعت على دماغنا كلنا. على دماغكم انتوا يا اخوي. اما انا بقى فمع عبد القوي بيه. عبد القوي القوي. واتربعت على دماغنا ليه يا سي سمير؟ الله، انت يعني مش عارف؟ عبد القوي بيه هيركب دماغه لو حسن ابو اليسر نجح. ايوه، ولا هنشوف علاوات ولا ترقيات ولا اي حاجه خالص. راسك ميك يا رجل كيكي، ده حسن ابو اليسر هو اللي واقف قصاده. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. انتوا ليه تزعلوا لما بقى واحد من الاداره يرشح نفسه؟ لان الاداره اقوى طبعا. ايوه الاداره اقوى كده. غلط، الاداره واحد لكن احنا كتير. صح. عن اذنكم. سلام يا سامي. شفت يا نازل بتتكلم؟ الورق لسه ما جهزش، الراجل ده الظاهر مش جايبها البر. ما تقلقيش يا نرجس هاني. ما قلقش ازاي؟ القرار في ايدي انا بس. 1456 1438. عايزة يا مات؟ ايوه يا فندم. عايزك. حاضر. خير، عايزك في ايه؟ هيعوزني في ايه غير الانتخابات؟ لما هم اشوف عاوز ايه. شايفاك مهتم قوي بالبنت دي. ما هو انت مالكيش خبره بالانتخابات يا نرجس هانم. الستات ممكن يقلبوا ميزان اي انتخابات. يا سلام، ازاي بقى؟ مقنعين في شرح مشاكلهم. لا لعبك شطرنج عشان اغلبك. اهلا يا امال يا بنتي. اهلا. طبعا عارفه نرجس هانم عميله مهمه جدا عندنا في الشركه. اهلا وسهلا يا فندم. وامال يا نرجس هانم موظفه نشيطه جدا عندنا في الشركه. برافو. ايه اللي بيحصل ده؟ كل ده علشان الانتخابات؟ ياه، هي المسألة مهمة للدرجة دي؟ خير يا عبد القوي بيه؟ طبعا خير، ربنا ما يجيبش غير الخير يا بنتي. عايز اكلمك في موضوع مهم. تحت امرك. نرجس هانم مش غريبة، وهكلمك بكل صراحة. انت عارفة انا بحبك قد ايه؟ كل ده علشان الانتخابات؟ وانا شايف انك محبوبة في الشركة وليك جماهيرية، وعشان كده اهو جاب من الاخر. هات يا اخويا اللي عندك. يهمني ان الشركه يكون فيها مجلس قوي ويساعدني في حل مشاكل الموظفين والعمال. ما هي دي مساله ضمير ومسؤوليه كبيره، وعشان كده انا انبسطت قوي لما عرفت ان حسن ابو اليسر رشح نفسه. متكلمه بصراحه يا عبد القوي بيه. انا داخل ايه يا فندم بالموضوع ده؟ اصبري يا امال يا بنتي. انا قلت يا ريت. قلت ايه؟ يا ريت ترشحي نفسك انت كمان. والله فكرة. أنا؟ طبعاً أنت كفاءة وخبرة، وممكن الشركة تستفيد بخبرتك. اسمعي كلام يا بنتي، اسمعي كلام. يا فندم أنا لا نشاط ولا خبرة، ده أنا حتة موظفة قد كده. لا 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 لا، الصغير دايماً بيكبر، وأكيد هتبقي مسؤولة في الشركة. دي مش لعبتي يا عبد القوي بيه. الانتخابات ليها ناسها وليها رجالتها. مش عايزك تاخدي قرار سريع. فكري وقولي لي.
في حاجه ثانيه يا عبد القوي بيه؟ ما قلت لك فكري وقولي لي. عن اذن حضراتكم. اتفضلي. ده انت لعيب كبير قوي وانا مش عارفه. اللي وصلني للكرسي ده لعبه الانتخابات، وحسن ابو اليسر عارف ده كويس قوي. يعني ايه؟ يعني عايز يلعب نفس اللعبه وياخد مكاني، بس ده بعده. انا هعرف العب معاه كويس قوي. حلو. اتفضل. ايه خير؟ كان عايزك في ايه؟ عايزني ارشح نفسي في الانتخابات. الله الله على اللعب. عبد الاول بدا يلعب. يلعب؟ يلعب على مين؟ على فكره الاستاذ حسن سال عليكي مرتين. اكيد عايز يطمن على المقابله. لما اروح اطمنه. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ ايه بدور على الفناجيل والكوبايات والحاجات بين الستات الحلوات. حلوات في عينيك؟ بتدور على الفناجيل ولا مشغل الفناجيل؟ اطلع ولا بره. بره يا امان. ما تعيطيش، امسحي بوقك يا امان. بره. احسن حاجه عملتها يا حسن بيه انك رشحت نفسك. انت شايف كده؟ طبعا، بس المساله عايزه ترتيب كبير قوي. وعموما احنا تحت امرك، لكن لا ما تقلقش، امال معانا بصفنا. سالت عليك مرتين. كان في شويه شغل في مكتب عبد القوي بيه بخلصه. طب استاذن انا يا ريس. مع السلامه. عمل معاك ايه؟ بقول لك ايه، انا عايزه اقابلك النهارده في نفس الكازم اللي بنتقابل فيه. ماشي؟ ماشي. ساعة الباشا الولد ده صعب وممكن ينجح. ينجح؟ ورجالتك فين يا عبد القوي؟ ساعة الباشا انا خايف ليكون في حد عند سعادتك في الوزاره طمعان في الكرسي. ما دام انا موجود يا عبد القوي ما تخافش، بس لازم تعمل مجهود، لان الواد ده لو نجح رح يعمل لنا قلق كتير قوي يا عبد القوي. وانت ما ترضاش ان المسؤول بتاعك يحصل له قلق. الباشا بيطمني، بس لازم نعمل احنا اللي علينا. طب ما تكلمه وتتفاهم معاه. لو كلمته دلوقتي هيحس انه في مركز قوه. أنا لازم أسويه على نار هادية، لازم أسويه على مزاجي. لا لا عيب قوي يا عبد القوي. يا مدام اتعرصت بول يا مدام نرجس، وياما لسه هتدق. طب أستاذن أنا بقى، نتقابل بالليل. بس عايزين نكون لوحدنا، إحنا داخلين على معركة كبيرة قوي يا نرجس. ماشي. باي. أنا خارج يا ست الكل، عاوزة حاجة؟ جرائي يا آمال، بقيتي تتأخري كل يوم كتير قوي. أعمل إيه يا ماما؟ الشغل. شغل؟ ولا؟ ماما، مفيش ولا، لسه بدري على ولا دي. ربنا يصلح حالك يا بنتي، أنا أتمنى لك كل خير. أهم حاجة عندي دعواتك يا ست الكل. باي. مع سلامة الله. أنا خارج يا ولاد، ذاكروا بهدوء، إخواتك نايمين مش عايزة حد يصحيه. حاضر يا آمال. هي أختك قبل آمال عندها شغل بالليل؟ يا دي بتتعب قوي في الشغل. ياه ربنا يقويه. بقول ايه يا استاذ حسن؟ بلاش استاذ دي. ايه ده معقوله؟ الناس مقامات برضه يا حسن. اديك قلتها بنفسك. وبعدين في الشغل مهما كبرت عليكي برضه انت امال وانا حسن. انت تقولي لي يا امال وانا اقول لك يا حسن. إيه؟ قصدي انت تقولي لي يا انت تقولي لي يا حسن وانا اقول لك يا امال. بعدين اتعود عليها. ومال لما اتعود عليها؟ ايه ده؟ قدام الناس في الشغل؟ في الشغل. معقوله؟ معقول. بس يا استاذ حسن. وبعدين قلنا ايه؟ يا حسن. اهو كده. شايفاك بتشرب كتير قوي يا عبد القوي النهارده. الولد ده عامل لي كلو في نفوخي يا نرجس، عايز اي حاجه توديه في داهيه. ما قلتلك سيبهولي. ده واد قفل. ومفتاحه معايا. لما انت المفتاح بتاع حسن، امال مفتاحها مين؟ سيبنا افكر. يا حسن مش وقته. انا بشكر الانتخابات اللي قربتني منك.
ربنا يستر ويجيب العوائد سليمه. شوفي يا امال، انا لو نجحت في الانتخابات هتحمل مسؤوليه العمال والموظفين ومواجهه عبد القوي، ولو سقطت هكمل. كفايه ان انا عرفت احبك. يبقى نعمل خطه نكسب فيها عبد القوي. يعني ايه؟ نحايده في الانتخابات. مش ممكن. نحاول نتقرب منه، ما نضايقهوش. يعني ايه؟ انافقه؟ لا مش قصدي، زي ما بيلعب معانا نلعب معاه. ازاي؟ نفكر. طب سيبينا افكر شويه. حسن بفكر اصلا. وصلت لفين؟ افكر. انا قدرت اوصل لفكره ان اكسب بيها حسن. ايه هي؟ اي راجل في الدنيا ضعيف قدام اي ست مهما كان مركزه. مش فاهم. حسن ابو اليسر وصل لسن كبير ولسه ما اتجوزش. الله بقى لو شاف ست حلوه هتفك كل عقده. بس ده قفل. كل راجل عنده نقطه ضعف، وحسن نقطه ضعفه الستات. انا بقى اللي هخلصه من نقطه ضعف. ايوه. طب لو حبيتيه وسيطر عليكي اروح انا فين يا حبيبي؟ انت الاصل وهو الفرع، احنا نعمل عليه لعبه ونفرج عليه الناس. يعني هتقدري توقعيه في الغلط؟ يا ما قبل منه اجدع منه. وقعوا. وامال هتعملي معاها ايه؟ ما سيبها لك انت بقى. اوقعها برضه في الغلط؟ يا عبد القوي بيه، انت ذكي متسامح ومتآمر. انت ساهية وداهية، عارفة كل حاجة في الدنيا. امال لازم نكسبها، نشوف مشاكلها ايه. اكيد عندها غلطة ولو قد كده، نمسكها عليها ونلوي دراعها. يا بنتي الايه، ده انت ساهية وداهية، عارفة كل حاجة في الدنيا. يا جماعة أرجوكم بلاش تردد، احنا لازم نتفق. يا حبيبي احنا على طول متفقين. هو في غير مجموعة عبد القاوي بيه؟ طبعا ليك حق. الله، عشان المكافآت والترقيات والعلاوات والبلح لمهات واللازم منه، الحاجات دي احنا عايشين عليها، ولو اتمنعت عننا هنشحت. مكافآت ايه وحوافز ايه يا استاذ سمير؟ يعني هو بيدينا من جيبه؟ ايوه من جيبه، دي زكاة منه. غالب على حد مننا تبقى مصيبه، يمنع عنا الحاجات دي. كل حاجه غالت، حتى الفستان بقى بتشيل الفلان. المكياج والاكسسوارات والبناطيل الاسترتش هنشتريها ازاي؟ استريش استريش دي راسك ميكي، احنا عايزين مكافآت وعلاوات عشان ناكل. يا جماعه احنا فين ولا فين؟ والله يا جماعه انا شايف ان عندها حق. انا خايف من عبد القوي قوي قوي قوي. خايف ايه وبتاع ايه؟ يا خليك راجل بقى. احاول. احاول ايه وبتاع ايه؟ ده كلام. انا عن نفسي هاخد اجازه لحد ما الانتخابات تخلص. يا جماعه اللي خايف منكم ياخد اجازه احسن. الله، احنا لازم نكون كلنا متفقين في الراي. كلامك صح. لا مش صح. انا ليا راي بس انا خايف. براسك ميكي، انت خايف كده على طول؟ طول ما الخوف جواكم ده مش هتقدروا تعملوا اي حاجه. لازم نقدر نقول لا. لا والف لا ومليون لا. يا جماعه كلنا لازم نقف مع حسن ابو اليسر من اجل التغيير. شعرك كدابه مش جايبه ثمنها. لا جايبه ثمنها، بس لو احنا قدرنا نتحد كلنا ونبطل كلمه نعم ونقول ولو مره واحده لا. لا ما اقدرش يا مال، ما اقدرش. لازم تقدر. لعبهم زي ما هم عايزين يلعبوك. لا بس المهم يا حلو، اللعب ما يوصلش للغلط، وعلى راي المثل الغايه تبرر الوسيله. يعني ايه؟ يعني تعمل اللي احنا اتفقنا عليه، تصاحب عبد القوي تخليه يغلط غلطه واحده وتمسكها عليه وتلوي دراعه زي ما هو عايز يلوي دراعك. قالوا دراعه؟ ده احنا كده نبقى في غابه. احنا فعلا في غابه، والبقاء فيها للاقوى. يعني الغي العقل؟ نلغيه مؤقتا. ما كده هنبقى حيوانات. احتفظ بعقلك، بس ما دام يا حلو موضوع نرجس ده يهمه يبقى نلعب بيه. يا بنت الايه؟ شاطره شاطره بنت الايه.
نرجس اتوظفت في الشركة ولا ايه؟ يظهر انها تعينت في مجلس الادارة. يا عم الشركة باظت. هي باظت بعقل. على رأي الواد امين بقت سيكي ميكي، بقت شايلني وشايلك. يعني ايه شايلني وشايلك؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ معنى كده ان احنا لازم نختار مجلس ادارة صح؟ ما يبقوش اعضاء وطراطير في ايد عبد القوي. محدش هيقف قصاده غير حسن ابو اليسر. لكم حق يا جماعة، حسن ابو اليسر هو الوحيد اللي هيقدر يقف قصاد عبد القوي. خير يا موظفين. لا لا لا، كان الله في عوني. مالك يا سيكي ميكي، وشك احمر ليه؟ انت واكل قوطه. سيكي ميكي، انا مش ميكي، انا سمير. انا خايف. من ايه؟ خايف من المصيبه اللي اسمه عوني. لحسن يكون سمعنا يعني. وفيها ايه لما يكون سمعنا؟ شوف يا صاحبي، ان خفت ما تقولش، وان قلت ما تخافش، الرب واحد والعمر واحد. لازم تلبس ماسك على وشك. صباح الخير يا مدام نرجس. صباح الخير يا استاذ حسن. اهلا وسهلا، انت منورانا. ميرسي. كنت بقول لك ايه؟ ايه؟ كنت عايزه اقول لك. عايزه تقولي ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ طب انت اللي انت عايزاه قولي لي. موضوع ايه انت عايزاه قولي لي وانت قاعده في مكاني؟ طيب حاضر. اقعد في مكاني. ايه؟ يا مدام قوم اقعد، دي مصلحه حكوميه، قوم اقعد في مكاني. يا استاذ حسن، انت ايه اللي مزعلك؟ من فضلك لو سمحت. انا مرتاحه كده. اتفضلي يا فندم. اطمني. شوف يا مدام، انا ما عنديش اسرار، واحب اتعامل على المكشوف، واللي يلعب معايا يلعب برضه على المكشوف. كنت بقول يعني الموضوع خلص ولا لسه؟ لسه بدرسه. لسه؟ يعني قد ايه كده؟ اديني فرصه. كام يوم؟ يومين ثلاثه. ثلاثه بس؟ ثلاثه بس. ايوه. كشاش كده. باي، استأذن انا بقى. مع السلامة. انت بتعمل كده ليه؟ ايه؟ عشان انت حلو. ايه؟ باي. مع السلامة. باي باي. يا فكرة ايه يا ست دي؟ هو كل الطير اللي اتاك لحمه؟ لا، ده انا عظمي ناشف قوي. سمعتهم بنفسك يا عوني؟ طبعا يا باشا. مش عايزين مشاكل يا عوني. يعني سعادتك عايز ايه؟ نبطل مراقبات؟ ما قلتش كده يا حمار. امال ايه يا باشا؟ عايزك تخلي بالك منهم واحد واحد، السقطه واللقطه. وبعدين ايه يا باشا؟ مش هنحاسبهم دلوقتي، هنحاسبهم بعدين، فاهم؟ نحاسبهم بعدين يا باشا. ماشي يا باشا. حاضر يا باشا. صباح الخير يا عم. صباح الفل يا ست الكل. صباح النور على البنور. سعادتك منوره الدنيا كلها. قلبي جوه ده منتظر سعادتك على احر من الجمر. اهلا بالاستاذ عون. اهلا يا واد يا امين. عندي ليك اخبار حلوه تستاهل ودنك. والله. طب قول. حسن. والله. والله امان يا ابني الجنيه. والله حسن وامان. تعالي عليها بقى دي اللي هو بقى اللي هو بقى. حلال عليك يا ابني. ايه ده؟ بريزه ورق لغوها لغوها. ايه ايه الحلو مبوز ليه؟ حسن ماله؟ لسه معصلك. والعمل؟ أنا شايف إن البت أمال لها تأثير كبير عليه، لازم نشوف أمال. عوني عوني. أيوه يا سعادة الباشا. عمر هات لي دوسيه أمال. أمال؟ خير يا سعادة الباشا. خير يا عوني، إن شاء الله خير. تحت أمرك. هو في إيه يا عبد القوي؟ اللي يتجسس لحسابك هيجي يوم يتجسس عليكي. دي. أنا ما وصلتش للكرسي ده بسهولة يا نرجس.
اتصلت بصعوبة شديدة. ياما نافقت رؤسائي وضربت فيهم وحاربوا فيا. وعشان احافظ على الكرسي ده لازم اعمل المباح وغير المباح يا نرجس. لازم اعمل اي حاجة وكل حاجة عشان احافظ على الكرسي اللي انا قاعد عليه. لان لو ما حافظتش عليه هروح في داهية، هيضربوني بالجزم يوم ما اسيبه. يبقى لازم تحافظ عليه. عشان احافظ عليه لازم يبقى فيه ضحايا. ضحايا كتير قوي 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 يا نرجس. خير يا استاذ عبد القوي. اهلا حسن بيه. حسن بيه مره واحده؟ يبقى اكيد عايز حاجه. هات من الاخر. موضوع نرجس هنا عملت فيه ايه؟ وصلت فيه لقرار؟ شوف سعاده البيه، انا الشركه تهمني وحريص جدا على اموال الشركه. عارف وواثق من كده، وعشان كده وصلت قرار لمصلحه الشركه. وانت طول عمرك بتعمل لمصلحه الشركه. الحق حق يا استاذ عبد القوي. طبعا طبعا. عشان كده بقول ان العرض اللي مقدمها الست نرجس هايل في شكله وتحقيق عظيم لمصلحه الشركه، ده في ظاهره. واحنا كلنا بنعمل لمصلحه الشركه. انما بقى في باطنه. مهمة أوي في باطنه دي. طبعا تحقيق أرباح عظيمة للشركة. لا يا أستاذ، في تخريب للشركة، سرقة المال العام، استغلال النفوذ، ضحك على الدهون. أديني جبت من الآخر. يلزمك حاجة تانية؟ عوني عوني. أنا سبتك قاعد معاه عشان تخلص الموضوع، شايفاه خارج مبوز ليه؟ حسن ده عايز يحرجني، عايز يركبني الغلط. يعني إيه؟ سيب الموضوع ده شوية يا نرجس. أسيبه؟ والفلوس اللي أنا صرفتها؟ هخلص لك الموضوع يا نرجس، بس اصبري شوية. حاضر يا حسن، هصبر، بس أنا وراك وراك. الولد ده لازم يسقط في الانتخابات. لازم يسقط. ده مش بس هيسقط في الانتخابات. ده لازم يسقط من حياته كلها. قوم يذاكر يا ولاد. سيبك منها يا عم. يا امال يا امال، هي راحت فين؟ مش لها ماما دي خالص. اه راحت تشم هوا، الجو جميل. هي امال بتتاخر اليومين دول كتير ليه؟ ما يكونش ابن الحلال جالها. يا رب يمكن تكون امال هي اللي جت. افتح يا واد انت وهو. يا ولد حد يفتح لاختكوا. عايزه مين يا ست انت؟ مش ده بيت الانسه امال؟ ايوه بس هي مش موجوده. يعني مفيش حد موجود خالص؟ ماما خدي حبايبي الشوكولاته دي. ادي الناس اللي بتفهم. مش حاسه الافندي يجي وايده فاضيه. هو حسن افندي بيجي هنا كتير؟ اه. انت عايزه ماما ولا قبل امان؟ لا انا عايزه قبل امان وعايزه ماما. ممكن اشوف ماما؟ اقول وما تقوليش؟ لا مش هقول لحد. قولي لحد. ماما ما تقدرش تمشي عيانك ونايمة في اوضتها. طب ممكن تدلني على اوضة ماما؟ اتفضلي. يلا حبيبتي. ماما صاحبة قبل امان جت. اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. شكرا قوي. خطوة عزيزة. الله، أمال أمال فين؟ مش عارفة يا حبيبتي، بتأخر اليومين دول كتير قوي. ربنا يهنيها، قريب هتسمعي أخبار تفرحك قوي. يا ريت يا بنتي،
دي أمال تستاهل كل خير. قايمة بالبيت يا عيني ولا أحسن من 100 راجل. ربنا يسترها معاها يا رب. ربنا يخليها لك يا رب. هي الوظيفة اللي فيها دي قيمتها، دي ضحت كتير يا حبيبتي. ليه؟ أمال موظفة كويسة ومركزها محترم. ليه يا بنتي؟ دي ظروف بس. دي أمال كان لازم تشتغل في وظيفة مركزها أحسن من كده. ما هو على قد شهادتها. ليه مالها؟ دي شهادتها عالية. شهادة عالية؟ عندها اقتصاد وعلوم سياسية. بس فين البخت؟ لحد تاني عشان تشتغل بشهادتها عايزة لها واحد موظف كبير يتوسط لها أو أي حاجة، وإحنا حب تاني لا لينا ده ولا ده. معلش ليكي رب يا ست الكل. ونعم بالله يا بنتي. لحد تاني دي داخت عشان تشتغل في الجامعة ولا تشتغل في بنك أو تسافر برا، ما لقيتش فاضطرت يا حبيبتي تشتغل بالثانوية العامة عشان تصرف عليها أنا وإخواتها. أستأذن أنا بقى. أي طب ما تخليكي قاعدة شوية، قعدتك حلوة. لا معلش أصل عندي مشاوير وشغل كتير. طيب ما قلتيليش لما تيجي أمال أقول لها مين سألت عليكي. قولي لها سماء سألت عليكي. طيب مع سلامة الله. باي باي. انت عايز ليا تاني؟ ما تمشيش تجيبي لنا معاك شوكولاته، ما تنسيش. حاضر. وانت يا ملغمة كلنا في الشوكولاته. باي باي. يلا باي باي. باي باي. سبعة ولا طبع؟ سيب ناخد نفسي الأول شوية. طمنين قابلتيها؟ طبعا لا. بس الواد عاوني مخلص جدا، كل تحرياته 100%. الظاهر ده كان بيشتغل في المباحث. بس أنا بقى عندي معلومات عن أمال توديها بداية. متعيني بالأخبار يا نرجس. شوف يا سيدي، أمال حصل على اقتصاد وعلوم سياسية وتوظفت بالثانوية العامة. أفهم ده اسمه إيه؟ مخالفة للوائح والقوانين. وإذا ثبت عليها ده قول عليها يا رحمن يا رحيم. نقرأ عليها الفتحة. طيب. خش خش. كله في كيميكي على رأي الواد أمين. أه يا ابن الإيه أنت؟ هسعد الباشا. خدامك يا باشا. بكرة الصبح عايزك تروح كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجواب من الشركة علشان نعرف المؤهل بتاع أمال ده يطلع إيه. ونروح الصبح ليه يا باشا؟ أما نروح دلوقتي. هو في حاجة فاتحة بالليل يا غبي؟ يا باشا عشان عيون سعادتك المقفول يتفتح. تعالى. كنت فين؟ انا جيت اهو. عبد القوي مستنيك جوه. ها انا جاي. احنا عايشين بخيرك يا باشا والله، واحنا من غيرك ما نسويش اي حاجه. خير يا سامي؟ كل خير يا باشا. اتفقتوا على ايه؟ اتفقنا نبقى يد واحدة. ضدي؟ ستك عارفني يا باشا، حريف انتخابات، اتغدى باللي قدامك قبل ما يتعشى بيك. وانت اتغديت بيهم؟ قريت معاهم الفاتحة. وايه دخل الفاتحة في الموضوع ده؟ ده حرام يا ابني. قريتها بالنية يا باشا. مثلك يا سامي انك فهلوي بتفسر كل حاجة على مزاجك. بس سيادتك ما تنسانيش، انا عايز ابقى مدير حسابات الشركة. بعد الانتخابات ان شاء الله حمضي لك القرار. قرارك يا سامي موجود في مكتبي من دلوقتي. نقرا الفتحة؟ بالنية برضه؟ بالنية يا باشا. اه
أظن إنك مبسوط من اللي حصل النهاردة. بس ما كنتش متوقع إن سامي يبقى معانا. ليه؟ سامي إنسان طموح ونفسه يبقى حاجة. من خلالنا ممكن يبقى حاجة، بس إحنا عايزين نركز كل جهودنا دلوقتي على العمال والسعاة وصغار الموظفين، دول أهم من كبار الموظفين. معاك الحق، لازم نكسب ثقتهم ولازم نستعد. المعركة شرسة وطويلة وعبلاوي مش هيسكت. ده راجل حريف انتخابات بقاله 30 سنة بيلعبها. ربنا يستر. ربنا معانا. اعمل ايه يا ماما؟ الشغل. شغل على ماما برضو. ايه يا ماما؟ مش عايزه مخك يروح لبيت. في واحده النهارده جت سالت عليكي. واحده؟ واحده مين؟ واحده صاحبتك قالت لي اسمها ايه اسمها ايه. اسمها سناء. معيش حد اسمه سناء. يعني هي بتكذب عليك. يبقى عبد القوي ابتدى يلعب لعبته. اهلا. انا خدامك يا باشا. طبعا. لا اطمن يا باشا اطمن، كل حاجة هتتم زي ما حضرتك عايز. لا اطمن يا باشا اطمن، ده احنا لعيبة في مدرستك يا باشا، رجالتك لعيبة. لا لا اطمن يا باشا اطمن. مع ألف سلامة. مع السلامة باشا. بيطمن عليا، انا الراجل بتاعه. بس يظهر ان عنده اخبار ما تطمنش. انت مش مالي ايدك منه؟ طبعا طبعا. بقولك ايه يا نرجس؟ قول. ارجوكي ما تفهميش اللي هقولهولك بمعنى تاني. يا عبد القوي فسر، انا مش فاهمه حاجه خالص. نرجس، الموظفين والعمال ممكن يستغلوا علاقتي بيكي في الانتخابات. يعني ايه؟ للمصلحة العامة. عايزك تخف رجلك عن الشركة، وانا مش هاجيلك البيت لغاية ما تخلص الانتخابات. احسن ان يستغلوا علاقتي بيكي ويشهروا بيا. والمشروع؟ لا ما تخافيش على المشروع، انا هرفضه مؤقتا وبعد الانتخابات هعيده بشكل تاني. انت خايف يا عبد القوي؟ ما اكدبش عليكي، الطيارة أقوى مني. يعني هتتخلى عني؟ بشكل مؤقت. ده أنت طلعت جبان بشكل. جبان ونادل يا حياتي، بس مصلحتي أهم من أي حاجة. عن إذنك يا عبد القوي بيه. ما تزعليش مني يا نرجس. كل اللي عملته ده وما زعلش. باي يا كبير. عاوني! أهلا يا ست الكل، صباح الخير. عملت إيه؟ عندها بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية. لا وإيه يا باشا؟ وبدرجة جيد جدا. جبت الشهادة؟ إيه يا باشا؟ أنا جاهز يا باشا. دي تخليها بقى معايا. معاك؟ دي يا باشا؟ إحنا مش هنبلغ النيابة ولا إيه؟ لا، هلعب بيها. تلعب بيها؟ عايز أفهم، هتلعب بيها إمتى يا باشا؟ بعد الانتخابات يا عوني. عوني. نعم يا باشا. نرجس هانم لو اتكلمت انا مش موجود، حتى لو كنت موجود ما تحولليش التليفون، ولو جت تولع اللمبه الحمراء وتبلغني عشان اخرج من الباب التاني. خير يا باشا؟ الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، واذا هبت الريح تطلها لغايه ما تعدي، وبعدين ارفع راسك تاني. فاهم يا عوني؟ فاهم يا باشا. روح مكتبك يا عوني. حاضر يا باشا. حسن بيه، عايزك شوية لو سمحت. خير يا أستاذ عبد القوي. خير يا أستاذ حسن. كنت عايز أقول لك، عايز أقول لك. عايز تقول إيه؟
في موضوع خطير قوي عايز اكلمك فيه. ايه الموضوع الخطير ده؟ موضوع يودي السجن على طول. لا مش فاهم. انت راجل عظيم، ولو ما كنتش كده كنا رحنا كلنا في داهيه. فسر يا استاذ عبد القوي. شوف يا استاذ حسن، موضوع نرجس هاني ماله؟ لولاك كنا غلطنا غلطه تودينا في داهيه. طب الحمد لله. انا رفضت المشروع بناء على تاشيرتك. احنا كلنا بنعمل لمصلحه الشركه، وعشان كده انا عايز اطمنك، انا هقف جنبك في الانتخابات. انا هكون معاك في الانتخابات قلبا وقالبا، لانك هتكون مكسب في مجلس الاداره. انا محتاج لمجلس اداره قوي علشان تصحيح المسار. ها نقرا الفاتحه كده ويبقى عهدي بيني وبينك ان هقف معاك لاخر نقطه في دمي، لاخر نفس. ولو قدرت اقف في الانتخابات ههتف واقول لا ولا 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 ابو اليسر وبس. احا لا ولا 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 ابو اليسر وبس. احا ابعد عنا يا وش النمله ابو اليسر عنضف عمله. ابعد عنا يا وش النمله ابو اليسر عنضف عمله. بص لفوق بص لفوق ابو اليسر كله زور. بص لفوق بص لفوق ابو اليسر كله زور. ما تقوليش ما تقوليش ابو اليسر غيره مفيش. ما تقوليش ما تقوليش ابو اليسر غيره مفيش. التغيير يبدا من أن نقول لا ولو مرة واحدة. لا للفساد، لا للرشوة، لا للاستغلال، لا لمؤسسات النفوس. ولما نقول لا لابد أن يحدث تغيير وأن نسير في الطريق المستقيم. أنا سعيد، سعيد جدا باجتماعكم النهاردة. وعلشان نصلح مسار الشركة لازم يكون فيه انتخابات قوية لمجلس إدارة قوي. وأنا مع الأستاذ حسن أبو اليسر في إن التغيير دايما يبدأ من إننا نقول لا. فلازم نقول لا. لا وألف لا. لا وألف لا. لا وألف لا. لا وألف لا. أبو اليسر يا أبو اليسر. أبو اليسر يا أبو اليسر. أنت راجل كل عصر. أنت راجل كل عصر. يا صلاحي ويا صلاح أبو اليسر للإصلاح. يا صلاحي ويا صلاح أبو اليسر للإصلاح. ياللي رايح قول للجاي أبو اليسر راجل حي. ألو أيوة يا ست الكل معاكي. كله تمام. صاحبك برك وبقى إيه ولا جمل عنده 50 سنة. خلاص وقع ما عادش يجي منه خلاص. ايه ده انا سامع صوتها جايه. عبقاوي جاي ومعاه الهيصه. باي باي بقى هعدي على حضرتك بالليل. يعيش عبقاوي بيه نصير الفلاح. يعيش عبقاوي بيه. يعيش عبقاوي بيه. اخسع الرجاله الكرسي خلاه يضعف ويقع بسرعه. ايه اللي عملته ده يا عبد القوي؟ انت لسه عظمك طار يا سامي. ده شغل انتخابات يا ابني. بالليل تجيني انت والرجاله اللي بتثق فيهم. فين؟ عند نرجس؟ لا 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 نرجس ايه؟ نرجس اكلها السبع مؤقتا. امال فين؟ في الكازن. وليه في الكازن؟ الحيطان له دان، انما في الكازن وعلى الضيق محدش هيسمع حاجه. عايزك تروح تطمن حسن بانه خلاص ضمن الانتخابات في الجيوب. حاضر. عاوني. نعم يا باشا. ولع اللمبة الحمراء، عندي اجتماع مهم. حاضر يا باشا. خدامك عبد القوي يا باشا. نفذت كل تعليماتك. اوعى تغلط يا عبد القوي. نحسن الامور تفتت مننا. ما تخافش يا باشا. ده انا تلميذ صغير من تلاميذك. كده طيب يا عبد القوي، يبقى طمني اول باول. اول باول يا باشا. عبد القوي صادق في كلامه؟ طبعا لا. والفتح اللي قراها معايا؟ يا ما بيقروا الفتح، ولما تسالهم يقول لك احنا بنقراها حسب النيه. الله، الناس دي بتلعب بقى ولا ايه؟ انتخابات انتخابات يا حسن. على العموم ما كدر وغطاس. اسامه اهو.
ايوه انا جيت. عن اذنكم. لا خليكي، انت رايحه فين؟ انت مش غريبه. خلاص دلوقتي اقدر اقول لكم عبد القوي بيه حط ايده في ايدينا. معقول بالسرعه دي؟ طبعا، الراجل عايز التغيير لمصلحه الشركه. كل المطلوب مننا دلوقتي ان احنا نغير سياستنا معاه. لازم نكسبه اكتر ونضمه لينا ونحسس الناس بكده. يعني فكره كده؟ طبعا. وانت ايه رايك يا مال؟ انا ما اقدرش اقول رايي دلوقتي. انسه يا مال، خليكي متفائله. اكيد متفائله مش كده؟ اكيد. انا يا جماعتكم النهارده لانكم رجالتي. عايز اسال، من يوم ما بقيت رئيس مجلس الاداره حد اتاخرت له علاوه ولا ترقيه؟ ابدا يا باشا. بصراحه طول عمرك عظيم، عظيم قوي. احنا كلنا رجالتك يا باشا، ربنا يعلي مرتبك كمان وكمان. حد منكم طلب خدمه خاصه له ولا لابنه ولا لحد من قرايبه وما نفذتهاش؟ وشرفي وشرفي يا باشا، طول عمرك مغرقنا بجمايلك وحنيتك. انا طلعت منكم وكبرت بفضلكم وبتأييدكم، بقيت رئيس مجلس الاداره، يعني عمري ما انفصلت عنكم. وايه اللي اتغير يا باشا؟ بصراحه كده انا حاسس ان في حاجات اتغيرت. زي ايه؟ يعني سمعت كلام الانشا اللي بيقوله اللي اسمه حسن ابو اليسر ده وصدقت الكلام بتاعه. قال ايه؟ بدايه التغيير اننا نقول لا. ده تخريب، تخريب في مسار الشركه. عايز يقسم ما بين الموظفين والعمال ويعمل تفرقه بينهم. عايز الانتاج يقل، وبكده ما نقدرش ندفع لا ارباح ولا حوافز. مش هتقدروا تحصلوا لا على ارباح ولا حوافز. من ناحيه تانيه، مش هنقدر نعين اي حد من اولادكم ولا قرايبكم في الشركه. مش ده اللي هيحصل؟ ايوه هو ده اللي هيحصل. حسن ابو اليسر طول عمره انسان موتور، نفسه يوصل للكرسي بتاع عبد القوي بيه. اول ما هتوصله له هينفصل عنكم لانه مش من طبقتكم. حسن ابو اليسر ده موظف مكاتب معقد، اي خير جاي للشركه لازم يوقفه. ده بيوقف المراكب السايره. ده صحيح، ده راجل فقر وفقر وذكر. هقول لكم حاجه عبد القوي بيه مش راضي يقولها لكم. لا 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 لا، مش وقته يا سامي، مش وقته. مش وقته ازاي؟ القاعده العريضه لازم تعرف كل حاجه يا باشا. أكيد. اسمح لي أدخل؟ دخلت، اتفضل. أكيد مستغرب بعد المفاجأة دي. هي من ناحية مفاجأة، فهي مفاجأة فعلا. على العموم أنا جايلك في حاجة مهمة أوي. وإيه الحاجة المهمة اللي خلاك تهتم بيا للدرجة دي؟ لأنك راجل شريف وشهم وتعرف الحق. هاتي من الآخر. عايز إيه بالظبط؟ أنا يعجبني الراجل العمل اللي زيك. هجيب من الآخر. عبد القوي صاحبك؟ كان ده زمن الماضي؟ ايوه. والحاضر؟ بيحاربني وانت عارف كويس قوي. عنده حق. لا ده انت على نياتك قوي. عبد القوي لا عنده اخلاق ولا مبادئ، يبيعك ويشتريك لمصلحته بثانيه، ولو حس انك خطر عليه يخلص عليك وبسرعه. وايه مصلحتك في الكلام ده؟ لانه عايز يخلص عليا ويوقف لي كل مصالحي. يعني المساله مصالح؟ ازاي الكلام ده؟ لازم نعمل. مفيش داعي يا جماعه، يا جماعه مفيش داعي للكلام ده. الحساب في ده مش لينا، ده للشؤون القانونيه والقنوات الشرعيه. لا يا باشا، لا يا باشا، القاعده العريضه من العمال والموظفين لازم يعرفوا ان حسن ابو اليسر راجل مزور ومتستر على الفساد الاخلاقي. متستر على الفساد الاخلاقي؟ ازاي الكلام ده يا استاذ سامي؟ لا انا مضطر اقول. بعد اذنك عبد القوي بيه، بعد اذنك. يا سامي بلاش. لا بقى، لازم نعرف كل حاجه. ايوه لازم يعرفوا مين الراجل اللي بيدعي الصدق والامانه وعايز يعمل تغيير. يا جماعه بصراحه حسن ابو اليسر ارتكب جريمه. جريمه ايه؟ جريمه ايه؟ ايوه جريمه، جريمه لانه متستر على امال، لانه بتربطه بيه علاقه عاطفيه وكلنا عارفين. يا استاذ سامي ارجوك، لازم نحط النقط على الحروف. عاوزين نعرف كل حاجة. أيوة لازم نعرف كل حاجة طبعا. أيوة متستر على أمال لأنه مزور، اتستر عليها لأنها متعينة كاتب في أوراقه إنها متعينة بالثانوية العامة. الله، أمال هي معاها إيه؟ معاها الإعدادية؟ لا دي لازم سيكيميكي، معاها محو الأمية زيي. لا يا أخويا أنت وهو، لا عندها إعدادية ولا محو أمية، دي عندها بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية وعينها على إن عندها ثانوية عامة بس.
وده تزوير بأوراق رسمية، ولولا إنسانية عبد القوي بيه كان حولهم للنيابة العامة، لأن اللي عمله ده ضحك على الحكومة وضحك على الشركة وتزوير بأوراق رسمية. يا سامي يا جماعة، أنا مش عايز الهياج ده كله لو سمحتوا، أنا مش هتخذ معاه أي إجراء دلوقتي، لكن بعد الانتخابات هتخذ الإجراءات القانونية. انتوا عارفين اننا بطبيعتنا شعب عاطفي، بس ارجوكم اللي قاله سامي بيه دلوقتي مش عايز اي حد يعرفه، وانا واثق فيكم. طبعا مصلحتي ان عبد القوي يتغير يجي اي حد مكانه. واللي هيجي ده مش هيبقى ضد مصلحتك؟ ايا كان، المهم اخلص على عبد القوي. طب ايه الدليل على صدق كلامك؟ شهادة امال. شهادة امال؟ بجيب عبد القوي شهاده الامال انها حاصله على بكالوريوس من الجامعه وهي متوظفه بالثانويه العامه. قوم افتح الباب وانت تلاقي الدليل. هو انت؟ عوني ابن معاوني خدامك يا باشا. ادخل. قول في الباب. عوني قول له ايه اللي بيحصل اليومين دول؟ يا حسن ليه سعادتك عارف انا بحبك قد ايه؟ يا منافق. وعشان كده انا جاي ارضي ضميري واريح فؤادي وعشان خاطر طبعا حضرتك تهمني جدا جدا جدا. من امتى بقى الكلام ده؟ من زمان، بس سعادتك مش واخد بالك. عبد القوي دلوقتي مجتمع هو وانصاره في مكان كده عشان خاطر يتامروا ضدك. انا عارف المكان ده، لو عايز تتاكد تعالى دلوقتي وانا اوريك بعينك. بسرعه يا حسين بيه، مفيش وقت ارجوك. وعشان كده لازم نعمل خطة وتكون سرية علشان نخلص على حسن وجماعته، بس لازم نشتغل في السر. وهقول لكم نعمل ايه. هم مجتمعين هنا اهو، بس ارجوك يعني سعادتك مفيش داعي حد يعرف ان انا اللي قلت سعادتك. ما تخافش. ودلوقتي نقرا الفاتحة على اللي اتفقنا عليه. نقرا الفاتحة. نقرا الفاتحة بقى. ما تقرونا معاكم الفاتحة. مين؟ حسن. اهلا حسن بيه. اهلا ابن حلال مصفي، اهلا بيك. انا لسه كنت بقول لسامي بيه يدور عليك في كل حته علشان تحضر معانا الاجتماع ده. وديني حضرت اهو. واحنا كنا بنتفق عليك. نتفقوا على ايه؟ على اننا نجمع نفسنا ونبقى كلنا في صفك في الانتخابات باذن الله، واتفقنا على كده. يا منافق كذاب، بتضحكوا على مين؟ عليا ولا على ربنا يا اولاد الله؟ نقرا الفاتحه بقى. نقرا على ايه؟ عنية. عنية. حسن خير؟ معلش يا امال، انا جيت لك في وقت غير مناسب، لكن في حاجات لازم تعرفيها. اتفضل اتفضل. انا قررت اتنازل عن انتخابات مجلس الاداره. ليه؟ نزولي الانتخابات هيضر اقرب الناس ليا. كل تصحيح مسار فيه تضحيات ولازم كلنا نضحي. ما اقدرش يا مالي. ليه؟ لان الضرر هيقع على مين؟ على اعز الناس لقلبي. فسر يا حاتم، ما تتكلمش بالالغاز. هيقع عليك يا مالي. يقع عليا ليه؟ عبد القوي بيلعب، قدر يجيب شهاده انك معاكي بكالوريوس وانت اساسا بتشتغل بالثانويه العامه. طب ودي فيها ايه؟ فيها مخالفه للقوانين واللوائح، يعني يعتبر تزوير في اوراق رسميه. مش احنا المسؤولين عن اللي بنعمله، دي مسؤوليه الحكومه اللي ما بتديش فرصه للخريجين للعمل في تخصصاتهم. بس اللي حصل ده فيه ضرر عليك يا امال. خليكي واقعيه، انت اشتغلتي بالثانويه العامه وتنزلتي عن حقك في الشهاده عشان تعيشي وتربي اخواتك وتصرفي على امك المريضه. مش بس انا اللي صرفت التصرف ده، الاف الخريجين المحتاجين عملوا زيي واكتر. دي معركة يا حسن لازم تبقى فيها وانا معاك. لكن يا امال. ما لكنش لكن ايه؟ كل معركة ليها ضحايا، وانا فخورة ان اكون انا اول الضحايا دي اذا انت نجحت. حسن اوعى تتنازل. شايف كده؟ اه. عايز اعرف مين اللي قال الزفت ده حسن ابو اليسر على مكان الاجتماع. يا سعادة الباشا العيون هنا كتير. امال انت وظيفتك ايه؟ انا يا باشا، انا عينك هنا يا باشا. عيني يا عيني. يا عوني انت الراجل بتاعي هنا، ولو حصل لي حاجه هيشطوك، انت اول هيشطوك بالجزمه، فاهم يا عوني؟
لازم تفتح عينيك كويس، لازم تفتح مخك كويس يا عوني، عشان احنا في معركة شديدة، معركة شرسة. امال انا اخترتك ليه يا عوني؟ انا عارف يا باشا، انا عارف. انا عارف يا باشا. قول. سعادتك، انا بصراحة بشك في واحد، لكن برضو مستبعده. يكون مين يعني؟ يكونش الواد امين؟ لا يا باشا، امين ده بتاعنا يا باشا، امين ده مننا وعلينا، امين ده امين علينا. سعادتك انا بشك في واحد، بس خايف سعادتك برضو ما صدقنيش يعني. هصدقك يا عوني، بس قول. سعادتك يعني مفيش غيره. مين؟ مفيش غيره يا باشا، الواد سامي. سامي؟ اهو اهو، شوف بقى سعادتك، اديك قلت اهو مش معقول. شفت بقى ازاي ما صدقتنيش؟ وايه مصلحته في كده؟ مصلحته يا باشا، مصلحته الكرسي بتاعك. سامي طمعان في الكرسي بتاعي انا؟ طبعا يا سعاده الباشا، ما هو سعادتك مش عارف يعني، لا قدر الله يعني لو حسن ابو اليسر نجح في الانتخابات ايه اللي هيحصل؟ هيبدا بقى يعمل مشاكل مع سعادتك، وبعدين يقرف سعادتك لحد ما يحصل يعني لا قدر الله يعني لا قدر الله. ولمشي وحسن ابو اليسر يقعد مكاني. اديك سعادتك قلتها اهو، وبعدين يجي سامي يلعب نفس اللعبه مع حسن ابو اليسر. على فكره يا باشا، انا بشك ان هما متفقين مع بعض. لا اشك ايه، دول اكيد متفقين مع بعض. امشي من قدامي دلوقتي يا ده، امشي من قدامي دلوقتي يا عوني، امشي امشي. البيت علشان كل ما تشوفها تفتكر اندمت لغيرك ما وصلت اليك، يعني الدنيا مش دايما لحد يا سعاده البيت. مالي؟ انت ايه اللي دخلك هنا من غير اذن؟ انا جايه اديلك استقالتي عشان ترتاح. ليه يا بنتي؟ ليه؟ اقول لك ليه. انا معايا اقتصاد وعلوم سياسيه بدرجه جيد جدا، يعني مكاني مش هنا، مكاني هناك في الجامعه، ولما احب احارب احارب هناك في الجامعه مش هنا. على فكرة الورقة اللي انت خدتها من الجامعة دي بالله واشرب ميتها. عن اذنك يا سعادة البيت. ودي مين اللي قالها؟ محدش يعرف حكايتها غير انا وعاوني وسامي. عاوني ده الراجل بتاعي، مفيش غيره. سامي، عاوني، عاوني. ايوه سعاده الباشا، خير خير يا باشا خير. ما عادش فيه خير يا عوني، الشركه كلها ما عادش فيها خير، ما عادش اطمن لاي حد فيها حتى انا يا باشا. انت الراجل بتاعي يا عوني. مش قلت لك يا باشا؟ عوني عايزك تطلع قرار بنقل سامي وتحويله للتحقيق وتعيين مستشار تاني للشركه، كمان عايزك تطلع لي الملف السر بتاعه ونشوف المخالفات اللي عملها. هو ده سلاحنا ضد اللي يخوننا. بس يا سعادة الباشا، ده مش وقته يعني. لا يا عوني، ده وقته، وقته ونص. لازم اوريهم العين الحمراء عشان ما حدش يضربني في ظهري. روح انت عوني. حاضر يا باشا. We'll be right back.
اللي عملتيه ده غلط. انا مقتنع باللي عملته يا امال. ما تحسنيش بذنب. بالعكس انت قدمت لي اكبر خدمه. ايوه بس ظروفك. لازم اقهر الظروف ومش لازم نستسلم للواقع المر اللي احنا فيه. لو كل واحد مننا بادر بموقف صح كل الظروف هتتصلح. ايه يا باشا؟ خير يا عم؟ خير يا باشا. الراجل باين عليه وقع خلاص، بقى عمال يلطر. اتصور اصدر قرار بنقل الاستاذ سامي وتحويله للتحقيق. وسام عرف؟ لا طبعا. وانت قلت له؟ هو نقدر يا باشا. ليه ما قلتلوش؟ هقول لتعدك، اصل ما حدش يعرف القرار ده الا انا، ولو رحت قلت للاستاذ سامي ممكن يعني يستخدمها ضدي ويلعب بيها مع عبد القوي. وبعدين يا باشا انا جيت اقول لسعادتك على طول لان برضو الراجل بتاعك يا. طب روح انت دلوقتي. حاضر يا باشا حاضر. انت مطمن للراجل ده؟ طبعا لا. امال بتسمع له ليه؟ ده بني ادم انتهازي يبيع نفسه لاي حد يشتريه. وانت اشتريته؟ اشتري ده؟ ليه؟ سرحان في ايه؟ لازم سامي يعرف القرار. مين اللي هيقوله؟ مفيش غيرها. هي مين دي؟ نرجس. نرجس؟ لازم العب بكل الاوراق. انتخابات. تسمحي لي ادخل؟ تفضلي تفضلي. أنا جايالك في حاجة مهمة وعايزاكي تعرفيها. خير؟ عبد القوي بيه أصدر قرار بنقل سامي بيه وتحويله للتحقيق وهو عاوزك تبلغيه. ده احنا بنلعب مع بعض بقى. وياما هنلعب. طب أنا بقى هسمعك وقدامك. ألو؟ عامل كده؟ قولي لي مين حضرتك؟ قولي لي انت مين؟ عبد القوي يعمل كده يبقى اكيد اتجنن. لا عبد القوي ده ممكن يعمل اي حاجه. راح فين يا استاذ؟ هي ايه؟ وكاله من غير بواب ولا وكاله من غير بواب؟ اقعد اقعد انت مالكش دعوه. الباشا عنده اجتماع. مين اللي عملته ده يا عبد القوي بيه؟ عملت ايه؟ نقلتني ومحولني للتحقيق. يا سامي لازم تعرف انك الراجل بتاعي، واللي عملته ده رد فعل للي حصل امبارح. عايز افهم حسن اني ماليش عزيز في الشركة، اقرب الناس الي في الشركة بحسبه. ايوه بس انا مش انا. ده اسلوب انتخابات يا سامي، لازم يبقى مخك كبير. ده انا حافظك صم يا عبد القوي. اسمع عبد القوي بيه يا سامي، ولازم تعرف ان مصلحتي اهم من اي حاجة تاني، حتى لو كان على ابني. يعني افهم من كده؟ افهم اللي تفهمه. انا هبلغ النيابة ضد المخالفات اللي انت عملتها. دوسيها قدامي اهو. كل موظف في الشركة ليه دوسيه. وما انت فاهم ايه؟ اتفضل. عوني عوني. ايوه سعادة الباشا. خدامك يا باشا خدامك. طلع قرار بمنع دخول سامي للشركة وابعت جواب للشؤون القانونية علشان يحولوه للنيابة العامة. احسن قرار اتخذته يا باشا. لازم تفضل صقر يا باشا عشان ما تكوناش العصافير. عوني امر يا باشا. انت الراجل المخلص. مخلص ليا قوي عوني. عوني امر انا فيه ناس بتتآمر عليا حتى في داخل الشركه. حتى اقرب الناس ليا بيتآمروا عليا يا عوني. لا يا باشا الناس كلها معاك يا باشا. ده كذب يا باشا. الناس كلها معاك يا باشا. انت اخبو مين؟ عوني يا يا باشا ده تهريج. الناس كلها معاك يا باشا. الناس كلها معاك. الناس كلها بتهتف باسم حضرتك وبتقول كلام. عوني كبير. عوني. ايوه يا باشا عوني. انا نازل. واي حاجه اي حاجه جديده ابقى بلغني بيها. ابلغ سعادتك فين يا باشا؟
عند نرجس أوي. اسمحي لي أدخل. تفضل. خسرت الناس كلها، فضلت تلطش في اللي حواليك لما خسرت الناس كلها. يا خسارة يا عبد القوي، يا خسارة. هقاوم، هقاوم يا نرجس، هقاوم لآخر لحظة في حياتي. هجمع رجالتي وأقاوم. أنا ليا رجالة برضه، ليا مصالح معاهم ومصالحهم معايا أنا كمان. أنا عبد القوي يا نرجس، عبد القوي، عبد القوي. المفترض عايز يدخلني السجن، هو اللي لازم يدخلوا الاول. سامي، احنا داخلين معركه ومعركه شريفه، اللي يكسب بيقول له مبروك واللي يخسر بيقول له هارد لك. حسن بيه يا حسن بيه، في في حته فرصه في ايد سعادتك دلوقتي تخليك ايه تخلص عليه. واخلص عليه ليه؟ وعشان اخلص عليه لازم اتبع العقل والمنطق والقانون والقنوات الشرعيه يا حمار. اسمع كلامي يا استاذ حسن، هو دلوقتي عند نرجس ودي فرصه ومش هتتكرر تاني، نبلغ عنه ونخلص منه. يا جماعة ده مش تصرف أخلاقي، أنا ضد التصرفات اللا إخلاقية. ده خاين، ما يعرفش الأخلاق، ده قفع، لو قطعت ديله هيعيش ويرجع تاني. أنا اللي هتصرف معاه بنفس أسلوبه. طب روح أنت دلوقتي يا عم. طب عن إذنك يا أستاذ حسن. رايح فين؟ مشوار صغير وجاي. ما تتصرفش تصرف غلط. قبل ما أتصرف هبلغك. جرس. ما مين اللي جاي دلوقتي؟ رجالتي. رجالتي جايين يأيدوني يا نرجس، افتح لهم. انتوا مين؟ انا صلاح خيار من الرقابة الإدارية. ليه في ايه؟ في امر ضبط عبد القوي. انا عبد القوي. عبد القوي، اشكركم يا رجالتي انكم جايين تأيدوني. عبد القوي. في امر بنقبض عليه. قبض على مين يا ابني؟ اكلم الباشا. قبض على عبد القوي؟ معقول؟ الو يا غبي يا حمار، ازاي تكلمني في التليفون؟ ايوه ماشي. ايه في ايه؟ انا عبد القوي، انا عبد القوي، انا عبد القوي، انا عبد القوي، انا عبد القوي. مبروك مبروك يا ابو اليوسف، الراجل الفل يا ابو اليوسف، وحبيبي الكل يا ابو اليوسف، الراجل العال يا ابو اليوسف، مالوش مثال يا ابو اليوسف. متشكر قوي، متشكر جدا لشعوركم يا جماعه، وتفضلوا هحتمى عيونكم بعد نص ساعه. اتفضل. الله اكبر يا جماعه، الله اكبر. الف مبروك يا باشا، الف مبروك يا باشا. ولا بيه، انا حسن ابو اليوسف. اتفضل. هلسه بالشربات يا باشا، هلسه بالشربات. الله اكبر. انا هرفع، انا هرفع يا باشا. شفت يا جماعه؟ حلو قوي. بتدور على ايه؟ لا بدور على افتص الطهيه. اندمت لغيرك ما وصلت اليك. ولا يا صح الا الصحيح.